مشاهدين انفاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب، سولنا الناس الى طلقوا الطيارات وحلوا المطارات فين تبغوا تسافروا، الى بغيتوا تعرفوا الارتسامات ديالهم يلاو معنا بكل تواضع. اخي العزيز مثلا حلوا المطارات وطلقوا الطيارات، اش من بلاد تبغي تسافر يعني تمشي ليها؟ كنفضل نمشي لفرنسا. فرنسا؟ وعلاش فرنسا؟ عجبتني، كنسمع عليها بزاف، فيها شي قوانين في شكل. كتعجبك فرنسا؟ زوينه بزاف كاع. اش من القوانين اللي فيها؟ بزاف، ماشي قانون واحد ولا جوج، ولا فيها بزاف القوانين. بزاف القوانين بكل تواضع. بكل تواضع. وعلاش ما تمشيش لبلجيكا ولا هولندا لا لا فرنسا، حيت كاينين صحابي كانوا في المغرب تيعاودوا على فرنسا مزيانه، فيها زعما بزاف ديال القوانين. باغي تمشي تونس معاهم اصحابك؟ مع اصحابي. باغي تزوج فرنسيه؟ لا لا لا، نتزوج مغربيه، ولكن العيشه ديال اللي احسن من هنا ديال المغرب. العيشه ديال فرنسا احسن من المغرب. وحتى المغرب راه زين. زين، ولكن شويه راه العمله شويه ناقصه. العمله ناقصه بكل تواضع. تحياتي. تي لا تطلقوا دابا المطارات ياكي والطيارات، اش من بلاد غتمشي لها؟ نمشي لتركيا. عاد مهند؟ لا. عزيز عليك تركيا. اش غتمشي ديري في تركيا؟ حشاش عندي الدبلوم ديالي، والدبلوم ديالي كيخدموا به في تركيا بزاف. دايره اش الدبلوم؟ موديليست. تخدمي تماك مع دوك النجوم ديال تركيا؟ مع منار وكمال. سامحيني. لا يعني تركيا. وعلاش ما تكونش شي دوله اخرى؟ حيت انا كتعجبني تركيا. وعلاش ما تكونش شي مدينه داخل المغرب؟ حيت قلتي انت يتحل المطارات. حيت في المطارات تركبي تمشي لاكادير طنطان الداخله وجده. الا زعما كانت شي بلاصه هنا في المغرب. انا كنميل اكثر للبلاصه هي مراكش وطنجه. مراكش وطنجه. تحياتي. دابا لا حلوا المطارات وطلقوا الطيارات، اش من بلاد تبغي تسافر فيها؟ باغي نمشي لاوروبا. اش من دوله؟ فرنسا. فرنسا. وعلاش بالضبط فرنسا؟ حيت تما غتحقق الحلم ديالك، بزاف ديال الحوايج. وانت المغرب راه تحقق الحلم ديالك. لا انا كاين جوع. كاين جوع؟ لا ما كاينش جوع. لا كاين جوع. إلا ما خدمتيش غتجوع. ولكن إلا عريتي على كتافك راه غتجمع. راه حتى فرنسا راه ما تلقاش الفلوس مشتين في الأرض. هذاك الشيء اللي كاين. إلا خدمتي غتاكل، ما خدمتيش راه ما غتاكلش. ما غتاكلش. ودابا إلا مشيتي تمايا بسميتو ديالك وتما راه غدير الفلوس. دابا أنت غتمشي لفرنسا. إن شاء الله إلا بغى الله. طريق السلامة. مثلا الأخت دابا طلقوا المطارات فهمتيني والطيارات، أش من دولة تبغي تمشي لها؟ بغي نمشي لتركيا. وعلاش تركيا؟ أنا كتعجبني تركيا الصراحة. عاد مهند؟ أش من مهند؟ أنا كتعجبني. عاد لاميس؟ أنا كتعجبني تركيا. تركيا، علاش كتعجبك من ناحية أش؟ مارس كي الناس ديالها زوينين وهي أصلا زوينة تركيا كتعجبني، أنا كنعشق تركيا. بغيت تمشي تزياني تما؟ بكل تواضع. مثلا طلقوا المطارات وفهمتيني والطيارات، أش من بلاد تبغي تمشي لها؟ اخويا فين هي الفيزا بعدا كاينه؟ نديرو اختي الفيزا وهادي، اش من بلاد تمشي لها؟ اخويا نمشي ايطاليان. ايطاليان؟ وعلاش ايطاليان بالضبط؟ عرفتي تعجبني اخو سباكيتي ولا شنو؟ لا تعجبني ايطاليان ماشي سباكيتي. وعلاش عزلتي ايطاليان من غير الدول الاخرين؟ هي اللي تعجبني اخو. كتعجبك ايطاليان؟ هي اللي تعجبني. وعلاش ما تمشيش شي بلاد داخل المغرب هنايا؟ بلاد داخل المغرب؟ داخل المغرب في الطيارة. كاين الطيارة هنا كدير يعني المدن داخل المغرب. العيون. لا باغي تمشي لطاليان؟ طاليان. علاش غاتمشي دير حتى في طاليان كاع؟ بغيت نمشي لها هكا. بغيتي تمشي الدور؟ نمشي لكل التوازن.